النهارده معانا طاقم خلاطات الميه الثلاثه من شركه جامبو، خلاط الحمام، خلاط المطبخ، وخلاط الدش. يلا بسرعه نفتح خلاط خلاط ونشوف امكانيات كل خلاط. معانا خلاط الدش او البانيو، نفتح اللعبه مع بعض. زي ما انتم شايفين الخامة يا جماعة محملة قوية مفيهاش عيب، الخلاط من كل الجناب مفهوش غلطة. عندك هنا سخن وبارد، هو مش درجات، اللي هو فيه نعومة وسلاسة في الرف. وهنا بتفتح دي وبتركب هنا وصلة الدش. زي ما انتم شايفين هنا ستانلس مقاوم للصدأ علشان يقعد معاك العمر كله. طبعا ده خلاط بيجي معاه طبعا اكيد الاكسسوار اللي بيمسك هنا وهنا علشان في الحيطة، ومعاه الحتتين الحديد دول برضو بنحتاجهم نركبهم هنا، واتنين جوان جوه جلد. طبعا بيجي معاها ورقة بتشرح تركيب كل خلاط من التلاتة. طبعا انت مش هتحتاج الورقة دي لان اي سباك دلوقتي عارف طبعا ازاي يركب خلاطات، مش محتاج يشرح له يركب ايه فين. ده معانا اول خلاط، اهو هو خلاط الدش، مكتوب هنا جامبو ومكتوب ديزاين ايطالي، تصميم ايطالي. طبعا دي بتترفع وتنزل عادي، اللي هي بتاعت الدش اللي يفصل بين هنا والدش، طبعا كل اكيد كلنا عارفين. طبعا محمل جدا، انا ايدي وجعتني وانا بستعرضه. ادي اول خلاط معانا، بيجي طبعا في الكيس بتاعه ده البلاستيك. تاني خلاط معانا هو خلاط الحمام، بنفتح طبعا العلبة مع بعض من شركة جامبو. بيجي معاه طبعا وصلتين ممتازين جدا، احنا شايفين القلب هنا نحاس، وهنا ستانلس مقاوم للصدى، وفي بدل جوان واحد جوانين في كل واحدة، وهنا طبعا في جوان. ادي الوصلات زي ما احنا شايفين، طبعا دي اللي هي الأمطرة، بسم الله ما شاء الله حاجة يعني فوق الممتازة. هنا نحاس طبعا، وجوه بدل الجوان ثلاثة أو اتنين، ثلاثة تمام. وزي ما شايفين لو ملاحظين الأمطرة نفسها تخينة وتدي منظر جمالي جميل في الحمام. وهنا طبعا علشان المايه تنزل بانتباه وجمال، دي القنطرة تمام، برضه بنحطها في الفل ده كنوع من الحفاظ عليها. ونشوف الخلاط نفسه، نحط الكيب ده طبعا من شركة جامبو تمام. ده الخلاط زي ما احنا شايفين سخن وبارد، محمل جدا، والحتة اللي بيتركب فيها القنطرة نحاس عشان العمر كله تمام. وهنا حاجة جديدة في الخلاطات الجديدة، قطعة بلاستيك الوز علشان متخليش الماية تلمس الوصلات، كنوع من الحفاظ عليها والمنظر الجميل كمان. تتفك كده، هي الوز تمام، نحاس زي ما احنا شايفين. هنا بيتركب الوصلتين، وادي الالواز، وادي اتنين جوان، واحد ازرق واحد اسود عشان يمنع تسرب اي ميه. حاجه يعني تركبها وتنساها العمر كله زي ما احنا شايفين. خلطها مره تانيه، الحته اللي بيتركب فيها القنطره نحاس، وادي سخن وبارد يمين وشمال. ودي الاتنين جوان كبار، وجزء الألوظ ده اللي هو النحاس. بعد ما تركب الوصلتين هتخد تدخلهم الوصلتين، وبعد كده تقوم لافف تاني عليها. كده بالشكل ده.
بس اهي بقى الوصلتين واصلين من تحت حاجة يعني زي الفل. آخر خلاط معانا هو خلاط المطبخ، تمام، زي ما انتم شايفين من شركة جامبو. نفتح كرتونة، مفيش مشكلة، نبتدي بالقنطرة. قنطرة زي النظام السابق، نحاس من جوه، توزيع للمية كبيرة بعض الشيء. دي بالنسبة للقنطرة. طبعا بيجي معاها طبعا الاتنين الحديدي والاتنين جوان، ودي قطعتين الاكسسوار اللي بتلزقوا في الحيطة، اللي بتركبوا في الحيطة، تمام. خلاط بقى نفسه طبعا، كيس بتاع جنبه. عندنا هنا الخلاط، نستعرضه ببطء. شوف هنا طبعا قطعة النحاس اللي هيتركب فيها القنطرة، وعندك هنا سخن وبارد، يمين وشمال، بيطلع بانسيابية مش درجات. وعندك هنا اتنين ستانلس مقاوم للصدأ، زي ما انتم شايفين التلات خلاطات بسم الله ما شاء الله محملين، يعني فعلا اعتماديين، وكتير من العملاء اشتروهم، وأكتر من 5 سنين مفيش أي شكوى منهم أو أي شيء تركبها وتنساها. أهم حاجة تجيب بس سباك شاطر كويس بيعرف يركب ويجرب، متمشيش السباك لما يركب التلاتة وكل شوية يجرب لغاية ما يتأكد إن التلاتة مفيش أي تسريب من أي نوع، بس خلاص بتركبهم وتنساهم العمر كله. زي ما احنا شايفين كده هنعمل تجربة عملية في وزن الثلاث خلاطات على ميزان الطعام. ادي اول خلاط معانا اللي هو خلاط البانيو او الدوش، عامل معانا بالجرامات 1045 جرام، يعني كيلو و45 جرام. هنحط معاه خلاط المطبخ، تمام، هيبقى عامل 2 كيلو و40 جرام، تمام. هنحط معاهم خلاط الحمام، وده لانه صغير هيكون عامل كله 2 كيلو 880 جرام. ادي الثلاث خلاطات مع بعض، وادي ميزان الطعام. اللي محتاجينه منك انك ترسلنا على الواتساب اللي مكتوب اسفل الشاشة، وتذكر لنا اسم حضرتك بالكامل ورقم تليفون للتواصل، ولو في رقم بديل للتواصل في حالة ان عدم ما قدرناش نوصلك للرقم الاول الاساسي، وعنوان حضرتك بالتفصيل، يعني رقم العقار، رقم العمارة، اسم الشارع، اسم الحي، اسم المدينة، اسم المحافظة، رقم الشقة، الدور، وياريت لو كمان علامة مميزة زي مسجد أو بنك أو محل مشهور بجوار البيت أو مصنع، شيء مميز معروف علشان نسهل عملية المندوب إنه يوصلك. بيوصلك الثلاث خلاطات بعد عمل الأوردر بيومين.